زيارة الأخ الأمين العام نزار بركة لمدينة القصر الكبير هو رجوع للأصل ما دام الأستاذ دكتور نزار بركة ابن هذا الإقليم البار والذي طالما دافع عنه في مختلف المحطات سواء كانت جهوية أو إقليمية. هذه الزيارة تأتي بعد سلسلة من الزيارات لمجموعة من الجماعات التابعة لإقليم العرائش، والهدف منها هو ربط التواصل ما بين القاعدة وما بين مركز القيادة في حزب الاستقلال. وبطبيعة الحال كانت مناسبة لطرح مجموعة من الآراء ومن القضايا التي تهم ساكنة هذا الإقليم، وخلال العرض الذي قدمه الأخ الأمين العام تناول قضايا وطنية حساسة ترتبط بالمشهد السياسي الوطني العام، مع ذكر بعض توجهات حزب الاستقلال في هذا الشأن وبعض الاقتراحات التي يراها مناسبة للخروج من الأزمة. على مستوى مدينة القصر الكبير قدم مجموعة من الملاحظات حول الوضعية اللي كيعيشها على مستوى يعني التنمية ديالو على مستوى الجهة وعلى مستوى الوطن. بطبيعة الحال أي متتبع وأي ملاحظ لمؤشر تنمية على صعيد جهة تطوان الحسيمة طنجة يلحظ بأن مدينة القصر الكبير تبقى في مؤخرة القاطرة التنموية، وبأن المشاريع الموجودة في هذه المدينة لا ترقى لمستواها الثقافي ولمستواها التاريخي ولمستواها العلمي ولمستوى رجالتها المتواجدين في مختلف دواليب الدولة. وهنا يبقى على القائمين على الشأن العام المحلي التحلي بنوع من اليقظة في اختيار المشاريع، كما تبقى على القاعدة أو على سكان المدينة في اختيار النخب التي سوف تمثلهم فيما يأتي من استحقاقات بحول الله.